شح الأمطار وندرتها ألقى بظلاله على العشرات من فلاحي قرية بوسلام ببلدية بني فضالة. جفت الآبار وجفت معها الأشجار، ولم يبقى للسكان ملجأ سوى النزوح إلى المدن المجاورة. المشكلة تاع الماء خاصة كما السنة كاين جفاف، والمشكل كبير تاع المياه، هذا هو المشكل الكبير. غار نغتريسيتي غار نغيبريدن غار نغلأمن نخص أمان ثمورث النغسي ونعتمد في الفلاح وغار أمان ولش ما في حتى فايدة البلاد هذه نروح نخليوها، إلا ما فيش الفراجات نروح نخليوها. شجر يقور أثير قوقور ثمورث شالي تراضي صغبار. عطاونا بناء الريفي سكننا، بصح درك تسكن في بناء الريفي، عطيتني بناء الريفي بارك الله فيه وكثر خير الدولة، بصح كي عطيتنا بناء الريفي نروحو نسكنو ونرقدو، حنا باغيين نخدمو، الفلاحة راهي راقدة. السكان رفعوا انشغالهم أكثر من مرة إلى السلطات، لكن لا حياة لمن تنادي. نطالبوا يديرون على الأقل هنا فراش في القرية، على الأقل فراش يعاونوا به الفلاحين لهنا. هذا هو المشكل تاعنا الكبير، كون يوفروا لنا المياه على الأقل حتى الشاب يعاود يرجع يخدم، الماء هو الرسمي، يخدم الماء ما كان والو، الماء هو الرسمي. هنا في بوسلام خاصنا الماء. نكتبوا للسلطات لكن الرد ما كانش، حتى باش يستقبلونا يقولوا لنا مثلا ما عندناش صوارط، قال التقشف ولا كذا، قال يعطينا اوتوريزاسيون مثلا الوالي هو مول القرار يقدر يعطينا اوتوريزاسيون، احنا نحفروا نتلموا كفلاحين واحد 43 فلاح. نقدروا نتلموا ونلموا شويه صوارط ويعطينا رخصه. من جهته المسؤول الاول عن بلديه بني فضاله كان له رده حول الموضوع. بلديه بني فضاله استفدت من سد، والسد هذا راهي جات لجنه من الجزائر العاصمه، لجنه اللي خاصه بالسدود، وشافت الموقع، والموقع والسد هذا راهو في اطار تحضير الدراسه. ان شاء الله احنا نتمنوا باش يكون في اسرع وقت، علاش خاطر المياه نتاعنا اللي راهي تجي من الجبال تروح تهبط للصحراء بدون فائده. احنا نتمنوا البرج هذا هو اللي راح يعاود باش الاقلاع للبلديه هذه من ناحيه الفلاحه. في انتظار تجسيد المشروع على ارض الواقع، يبقى الجفاف يتهدد ما يقارب 50 بستانا كانت في السابق تمون أسواق الولاية بمختلف المنتجات.